بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل عليه صلاةً تكون لنا رحمةً وفرجًا قريبًا، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على الإمام الهمام والسيد الضرغام سليل الأنبياء ووريث الأوصياء نجاة الأمة وملاذ الملة نور الأبصار ومستودع الأسرار المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أحسنتم إخواني، إخوتي أخواتي، أود أن أعرض بخدمتكم الأمر التالي. أغلب المشاريع التي يسعى إليها الإنسان هي ما تعود بالنفع، وشرافة أي مشروع عندما يعود بالنفع إلى أكثر ما يمكن من الشرائح الاجتماعية، والعقلاء يتنافسون فيما بينهم على اختيار المشروع الذي فيه عوائد. هذه العوائد تختلف، هناك عوائد مادية لمشروع استثماري مثلا، أو عوائد خدمية لمشروع خدمي، وهكذا المشاريع تتباين في الهدف من السعي لها، وأيضا تتباين في الناتج الذي يحصل لهذا المشروع. وطبعا أكرر، الحديث ليس حديثا سياسيا أصلا، وإنما هو حديث من واقعنا المعاش، ليس له ربط بأي صورة كان بأي جانب سياسي. فإذا كانت هذه المشاريع إنما تتباين بمستوى فوائدها، فنعتقد أن أفضل مشروع هو المشروع التي يتعلق بصناعة الإنسان، المشروع الذي يربي الإنسان، المشروع الذي يعلم الإنسان، هو سيكون أفضل مشروع، لأن هذه العوائد
لا تتحدد بجهة معينة ولا لفترة معينة، وإنما هذا يبقى دائما ما دام الكلام يتعلق بالإنسان وتطوير الإنسان قابلية الإنسان، فلا شك أن شرافة هذا المشروع سيكون أشرف المشاريع. القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم، فكانت هناك دعوات الأنبياء والمصلحين والمفكرين والفلاسفة والأخلاقيين، كل أدلى بدلوه. الأنبياء بعد مرتبطين بالله تعالى ولهم المنهج الذي بينوه، والبقية أيضا أدلوا بدلائهم، وكل وضع برنامج يرى أن هذا البرنامج يرفع قابليات الإنسان. نحن الآن نتحدث عن وضعنا، ليس كلاما سياسيا. أقول من هي الجهات التي تتكفل بناء الإنسان عندنا؟ إن هناك فوضى في بعض الحالات، حتى لا نعطي صورة سوداوية، لكن أرى أن هناك فوضى في بعض الحالات. من المسؤول عن إزالة هذه الفوضى؟ بل من المسؤول عن بداية هذه الفوضى؟ هل الدولة بعنوانها العام؟ هل المؤسسات الأخرى؟ هل الأسرة؟ لماذا هناك حالة من عدم الاكتراث ببناء الإنسان؟ طبعا هناك أمثلة كثيرة نتحدث، ولكن كما قلنا المسألة ليست في قلب القضية السياسية إطلاقا، وإنما إطار نحن مواطنون نحب بلدنا ونحب أبناءه، ونحن نعيش في هذه الرقعة، ومن حقنا أن نبحث عن جميع الوسائل التي تطور المواطن، الإنسان، الشخص الذي يعيشه. هذا أمر ليس سياسيا، بل خطباء يتحدثون أنه لا تغش، لا تكذب، لا تفعل، هاي وظيفة من الوظائف التي تتعلق بالإنسان. لكن لا شك أن خطابين غير كافيين، 10 غير كافيين، لا بد من خلق أجواء ترفع مستوى وكفاءة الإنسان. من المسؤول عنها؟ قضايا حياتية، أتحدث عن قضايا حياتية بسيطة، قضايا حياتية جدا بسيطة، لكنها عندما ننظر لها نحن نتأذى. مثلا في الشوارع والأزقة وجود وساخة، من المسؤول عنها؟ لماذا هذه الحالة موجودة؟ قضية تراكمية. أنا لا أقول الحالة الآن علينا أن نقضي بها الآن، قطعا هذا أمر غير مقدور في لحظة، لكن أريد أن أبحث عن الأسباب لعلي أستطيع أن أصل إلى حلول لعلي. نحن نتكلم مثلا، قلنا أنا كل شيء يعني بين فترة أعيد حتى لا يحصل توهم أن المسألة بها إشارة سياسية، مع ذلك أعيد كلام ليس الآن. نحن نريد أن نشجع مثلا نشجع شرط المرور مثلا، ماذا نقول له؟ نقول له يا أيها الشرطي يطبق القانون، تمام، ونحب أن شرط المرور يطبق القانون، وفي داخلنا واقعا إحباط
أن بعض القوانين التي فيها الصالح العام لا تطبق، لكن عندما يريد شرطة النور أن يطبق القانون على شخص يقول له سأذهب بك إلى عشيرتي. هل يعقل هذا؟ عشيرة محترمة، لكن ما دخل العشيرة في تطبيق شرط المرور القانون؟ يمكن أحد الآن في البلد يشرح لي هذا المعنى؟ يمكن أو لا يمكن؟ ويبقى شرط المرور خائف، لماذا؟ لأن أراد أن يطبق القانون ووقع عند شخص هدده بالعشيرة. هل يعقل هذا؟ أن هذه العشائر الأصيلة التي كانت لها أدوار ولا زالت قوية في الحفاظ على البلد بهذه الطريقة يهدد هذا شرط المرور، يهدد القانون بهذه الطريقة. اختلف اثنان على بعض المياه في النهر، وضع طبيعي عند العقلاء، يجلسون يتحاورون، هذه المدة لك وهذه المدة لي، إذا كان لا يوجد ماء يتكاتفون في إيجاد الماء. أين تصل المسألة الآن؟ إلى الاقتتال وضحايا. من المسؤول عن هذه الحالة الإنسانية؟ أنا حقيقة أسأل، أريد جواب. أقول هذا بلدنا، لماذا هذه الجرأة بالدماء؟ يعني من الذي أوصلنا لهذه؟ قضية ليست سياسية، أعيد، دم، هذا دم، وهذا بلد، وهذه ناس. عشرات الأمثلة لو أردت أن أظهر هذه الأمثلة، لماذا لا توجد كوابح؟ مجتمع محافظ، لماذا التساهل في كل شيء؟ من الذي أوصل إلى هذا؟ أنهر مملوء أوساخ، مملوء أزبال، لماذا لا نعلم أولادنا؟ الجانب التعليمي لا أتحدث عن جهة معينة، لا أحمل أكثر من عبارتي، لا أسمح أن العبارة تحمل أكثر مما هي عليه، أنا أتحدث عن حالة اجتماعية. هيبة كان عند المعلم في نفسية الطالب، الآن الطالب لا يحترم المعلم ولا يقدر المعلم، أو معلم يبذل نفسه يجد لكن الطالب لا يحترمه. في حالات بالعكس، المعلم لا يكترث ولا يحترم أدب الطالب ولا يربي الطالب، وسواء الطالب نجح في الامتحان أو نجح في الأخلاق المعلم لا يكترث. لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ إخواني حقيقة المشكلة كبيرة، لكن لأننا في وسطها وأصبحت تدريجية قد لا نستشعر ضخامتها، قد لا نستشعر ضخامتها. ثقافة هذا البلد ثقافة أصيلة، واقعاً بعض الثقافة بدأت تغيب. أنت تعلم أن إنسان خريج كلية لا يحسن أن يكتب؟ حقيقة أنا أتكلم، يعني هذا والله يمض في النفس. من الذي أوصلنا لهذا؟ من المسؤول؟ سيقف أمام تاريخ، أمام شعبه، يقول ألا أتحمل هذه المسؤولية؟ من؟ واحد؟ عشرة؟ مئة؟ لازلنا نعاني من مشاكل تترى، وهذه المشاكل كيف تحل؟ بلد، هذه مشاكل بلد، حالات اجتماعية، حالات لياقات، حالات أدبية. أبناءنا هؤلاء ترى فوضى في الشارع، في السوق، لا يوجد شيء اسمه عيب، لا يوجد شيء احترام، كأن كل شيء حالة من الفوضى. من المسؤول؟ الدولة بعنوانها العام فلتتحمل مسؤوليتها، المؤسسات فلتتحمل مسؤوليتها، الأسرة فلتتحمل، المدرسة. إخواني إنما أقول ذلك أريد أن أبين خطورة المسألة، ولا أعلم
خطبة عشرة لا تحل هذا الإشكال، لكن أريد أن أبين نحن ملتفتون، وهذا الوضع في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. أن لابد ونبدأ من الأسر. نعم الإنسان لا عليه أن يكون سوداويا، لكن على الأسر الكريمة، لأن الأسر الكريمة مقدور عليها. أسرة صغيرة تنشأ، ابدأوا أخواني بتدريب وتأديب أبنائكم على خلاف ما موجود الآن. ارجعوا إلى تلك الأخلاق الفاضلة وإلى تلك الروح الطيبة، علموا أولادكم. البلد صورته، وهذا العراق، وكلام أيضا إلى بلداننا العزيزة الإسلامية الأخرى، لكن أتحدث الآن عن ما أراه وترونه أنتم والكل، كأن المسألة لا تعنيه. حتى بعض المسائل، الرشوة، المال الحرام، لماذا وصلنا إلى هكذا؟ المرتشي قبل يمشي وهو مسود الوجه، الآن النظيف يمشي وكأنه هو خجلان لأنه لم يرتشي. ليست أمور سياسية أخوان، أتحدث عن تربية الناس. الرجاء أخواني، والله نتقطع، يعني أرجوكم أن نتساعد جميعا، نتكاتف في وقف هذا النزيف، نزيف الأخلاقي. المنظومة الأخلاقية برمتها مهددة، وأنا أتحدث مع أصحاب الغيرة وهم كثر، وأصحاب ممن يملك قرار في كلمة، في أسرة، في معمل، في مدرسة. أرجوكم لا تجعلوا الأمور تخرج عن السيطرة، الكل سيتأثر. جميل الإنسان يلتزم بثوابت، بقيم، بأخلاق. على كل حال، لعلي أصيب بذلك أذنا واعية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وفي متعلقيكم، وأن الله تعالى يرينا في بلدنا كل خير وفيكم، ونسأله تبارك وتعالى الصبر، ونسأله تعالى التوفيق، ونسأله تعالى دوام الستر والعافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.